وانا فاكر المشير طنطاوي كان وسط القادة والجنود وقال لهم لو سقط الجيش تسقط مصر، لو مصر حد عايز يسقطها يسقط الجيش المصري اولا، اللي عايز يسقط الدولة دي يسقط الجيش، لو الجيش واقف وقوي ومتماسك قطعا مصر لن تسقط. ده كلام المشير طنطاوي لضباطه وجنوده والقادة بتوعه في وقت عصيب، وهو بيحاول يلملم ويرمم ويبعث الروح الوطنية في كل من حوله في وقت صعب وعصيب للغاية. نستمع إلى جزء من كلمة المشير طنطاوي وهو يتوعد هؤلاء ويؤكد أن بقاء مصر مرهون ببقاء الجيش المصري. مصر تسقط لما الجيش يسقط، القوات المسلحة تسقط. إذا القوات المسلحة سقطت مصر هتسقط. نطلع بيه الاستنتاج الرئيسي من اللي أنا عايز أقوله لكم. هل الجيش هيسمح بسقوط مصر؟ ده بعدهم. لن نسمح كلكم كده وأنا معاكم على رأسكم، لن نسمح بكده إن شاء الله.